السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف ان اللوز ليه فوائد كتيرة ومفيدة جدا؟ هقول لك في 60 ثانية عن اهم 7 فوائد لجسمك لو اكلت كل يوم 4 لوزات. اللوز بيقلل من مستوى الكوليسترول السيء لو كان مرتفع. من اعراض ارتفاع الكوليسترول ظهور بقع بيضة تحت الجفون والام في القدمين والشيب المبكر. اللوز غني بالمغنيسيوم والزنك اللي بيحفز نمو الشعر، وغني بفيتامين A اللي بيقوي الشعر ويمنع تساقطه. اللوز غني بمضادات الأكسدة والدهون الغير مشبعة الأحادية والمغنيسيوم والنحاس اللي بتحمي من أمراض القلب والشرايين وبتحمي من الجلطات والسكتات القلبية. اللوز غني بالمغنيسيوم اللي بيحفز إنتاج الكولاجين فيحمي من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد. قشر اللوز غني بالبروبيوتيك اللي بيحفز نمو وتكاثر بكتيريا الأمعاء المفيدة فتقلل ألم المعدة وعسر الهضم وبتمنع ريحة الفم الكريهة. اللوز بيساعد في تخفيف الوزن لأنه غني بالألياف. اللوز بيحسن من الذاكرة لأنه غني بالأحماض الدهنية وفيتامينها. دي أهم 7 فوائد لجسمك لو أكلت كل يوم 4 لوزات.